اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن الحمد لله ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضراتكم. طبعا انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم او منذ قليل، والاجتماع ما زال انعقاده مستمرا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لم يخرج الا يعني قرارين، قرار للتضامن مع اخواتنا في فلسطين، والقرار الثاني هو تعيين كابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني رئيس قطاع الناشئين. اعرف برضو رايكم. تمام. طبعا بالنسبه للبيان اللي اصدره مجلس الاداره النهارده، هو بيان متوقع من النادي الاهلي. نعم. كمؤسسه مصريه رياضيه تعرف دورها جيدا وتعرف القضايا المصيريه سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي، وخصوصا تجاه الاشقاء في فلسطين. ومن هذا المنطلق صدر البيان في الاجتماع النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع اشقائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعه. وطبعا زي ما قلت ان هو ده امر طبيعي جدا، النادي الاهلي بيمارس الدور الوطني طبعاً الرائد اللي هو متعود عليه طول العمر يعني. بس استاذ محمود، طبعا مش غريب عن النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره جدا، في ظل كمان تفاعل الدوله المصريه في حد ذاتها ومساندتها للقضيه الفلسطينيه. طبعا مصر هي الحائط الاول من وجهه نظري يعني في كل الازمات العربيه، وهي يمكن جزء الفاعل بصوره كبيره جدا، وهي بتتحمل كثير من الضغوطات. كمان النهارده يمكن لفت النظر بيان اللي اصدره الازهر الشريف الاستاذ دكتور الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، بيان اكثر من رائع. كل هذه اكيد في فعاليات في الايام اللي جايه، واكيد النادي الاهلي ودوره الكبير ليس دور قاصر على الرياضه، بل دور تفاعل مع كل القضايا وهموم الوطن، والوطن الاكبر هو الوطن العربي، وكل شيء يمس يعني بلادنا بتبقى مؤسسه الاهلي حاضره بنوع من التضامن. وده طبعا امر طبيعي في ظل، والكل المفروض بامانه شديده يتوجه بالدعاء للاخوه في غزه ان شاء الله، انه ربنا يعدي عليهم الايام الجايه، ايام صعبه جدا يا رب بامانه شديده يعني. يا رب دائما ان شاء الله، ويظل دائما الشعب المصري. طبعا القرار الاخر اللي هو الخاص تعيين كابتن محمد شوقي، يمكن احنا في وسط الكلام ما جبناش سيرته، لما هو قرار طبعا صائب محمد شوقي من اعمده او من ابرز نجوم خط الوسط في النادي الاهلي في السنوات الاخيره، ومخلص جدا للنادي الاهلي، ووجوده كنائب للمدير الفني لقطاع الناشئين هو كابتن بدر رجب، اعتقد ده هيسهل كمان العمل اكتر وهيدي اضافه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. الكوادر يعني زي ما قلنا كابتن وليد سليمان، وان هو تولى مسؤوليه الشؤون الاداريه في قطاع الناشئين مع عوده كابتن بدر رجب بعد رحله تدريب في يعني فريق الجزيره الاماراتي، اعتقد انه برضو كان شيء متوقع منتظر اضافه عنصر من عناصر برضو الوعده تدريبيا، خاصه بعد ما عمل تجربه كويسه مع المنتخب الوطني في نهايات امم افريقيا، وكمان مع المنتخب الاولمبي اعتقد مع كابتن شوقي غريب قبل كده في امم افريقيا 23، وبعد كده مع في طوكيو برضو كان نفس الشيء. فاعتقد برضو محمد شوقي يتمنى ان شاء الله، نتمنى له التوفيق ويكون شيء مميز، انك انت في الفتره دي محتاج تدور على الكوادر اللي تبقى عندها عين انها تفتش طلع لك النجوم الشباب الواعده دي على فكره من الحاجات المهمه جدا اللي النادي الاهلي وقطاع الناشئين فيها بيدور عليها، يعني بيدور على المدرب اللي يقدر يكتشف. انا من وجهه نظري كمتابع واتكلمنا وقلنا هنا، انا اكافئ المدرب اللي يكتشف لي لاعب، لا اكافئ المدرب ولا المدير الفني اللي ياخد له بطوله في قطاع الناشئين، مش ده المقياس. المقياس انت في الاخر عاوز تنتهي بعد سنه بعد اثنين يكون عندك في تدعيمات بتيجي انت صنعها من عندك، انت صناعه محليه من عندك للفريق الاول. واتمنى محمد شوقي، اتمنى له التوفيق، واتمنى الشفاء للكابتن بدر رجب ان شاء الله، ونتمنى نشوف القطاع في الفتره اللي جايه يكون افضل حيويه ونشاط كمان في وجود كابتن تامر حفني في مدرسة الكوره وكثير من المدربين الواعدين ان شاء الله باذن الله. طيب بما اننا بنتكلم عشان نقفل قصه الاداره، الحقيقه انا اتكلمت من كام يوم او من 3 4 ايام على الاداره المحترفه. معنى الاداره المحترفه ان انت كمدير فني في اي لعبه، اهل كوره، سله، طايره، قدم، اي حاجه،
ما هي الكره هي قدم ماشي. كره القدم كره القدم في اي لعبه من الالعاب بتلبي احتياجات المدربين، وبالتالي احنا عندنا اعتقد ده وجهه نظري عندنا اداره محترفه تستطيع ان تلبي ما يريده قطاع الكره وقطاع النشاط الرياضي بالكامل، وبالتالي الاستحواذ على كافه البطولات واسعاد جمهور النادي الاهلي. هو دايما الاداره السليمه بتراعي او يبقى عندها نظره مستقبليه، يعني مش بس بيبص تحت رجليهم، لا كمان بيفكروا في المستقبل القريب والبعيد. لان في النهايه طول ما انت بتشتغل انت محتاج تدعيم واكتشاف للكوادر، يعني قد يكون احد العناصر متالق ومفيد جدا لكن لم يحصل على الفرصه. صحيح، وده شيء مهم جدا. يعني حتى زي ما شفناه على مستوى اتحاد الكوره مثلا في جزئيه التعيين اتاخر قوي للكابتن احمد الكاس مثلا، يعني صحيح يعني احمد الكاس اسم كبير اسم كبير جدا كلاعب وكمدرب، بس احنا بنقول ايه، ان تتاخر خير من ان لا تاتي. صح، يعني فلكن تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. بالظبط. لكن بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان نظام العمل يعني مواكب قوي وبيشتغل بحس يعني مستقبلي جيد جدا، وده على فكره اللي بيخلي دايما في حاله اطمئنان عند الجماهير وعند الاعلام من انه النادي الاهلي بيستمر دائما في العطاء حتى على مستوى البطولات، لانه في تواصل الاجيال. صحيح، وده شيء مهم جدا جدا. استاذ محمود، اداره محترفه تعني بطولات واسعاد جمهور. اداره محترفه تعني موسم 10 من 10 بالظبط، انجاز كبير جدا. ولولا الاداره المحترفه انها اعطت لكل شيء يعني حقه ما كانش حصل لك التوفيق. لا ما هو برضه معلش يا استاذ محمود، ما هو ده يودينا حته ثانيه. يعني انت مش معنى ان انت تبقى يعني احنا خسرنا دوري السوبر الافريقي في بدايه الدهب ده معنى لا. لا بتكلم على انك انت في نجاحك في الموسم الماضي انك انت اديت لكل عملت نهضه كبيره جدا. موسم استثنائي طبعا يعني عملت يعني انا بصراحه صراحة طبعا انا بأشفق على اللي جاي. لا طبعا على اي حد جاي عليه. ما تشفق عليه طبعا. انت النهارده عملت الموسم الماضي اكثر من رائع على قطاع الكوره 10 على 10 بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كبيره جدا. دوري ابطال افريقيا مثلا السنه انت بدات حصل لك اخفاق في بطوله السوبر الافريقي، دي كانت برضو شو انا شايفها ان لها ايجابيات وليها سلبيات، وايجابياتها اكتر من سلبياتها، بتديك دافع وبتديك جرس انذار قبل المعترك الاهم. فاعتقد برضو انه الاداره المحترفه برضو بتفكر في اللي جاي بكره، يعني ايه ما تنتظرش. يعني انت النهارده عندك تفوق، انا بتكلم دلوقتي على الشغل اللي انا هعمله السنه الجايه عامل ازاي في قطاع الالعاب المختلفه. يبقى عندي مثلا لم يحصل توفيق النهارده للفريق في نصف النهائي البطوله العربيه اما فريق سلا المغرب، الناس زعلانه كان نفسها تروح للمباراه النهائيه زي السنه اللي فاتت برضو وخسرناها في ظروف، والسنه اللي قبلها فاعتقد اللي فزت بيها برضو هنا في برج العرب. فاعتقد انه في حاجات بتديك كده جرس انذار مبكر، لا استعد الموسم هيبقى صعب، الحفاظ على القمه مش سهل، التفكير في تدعيم القطاعات مختلفه شيء مطلوب ولابد يكون في شيء من الاستمراريه، انك انت بتدق الكوادر المهم سواء على الكوادر الاداريه سواء كوادر فنيه. فاعتقد انه لا هيبقى في على فكره جمله عمل كبيره جدا وخليه نحل داخل النادي الاهلي، خاصه انه الفتره دي عندك توقف هينتهي يوم 16، هتطير الى تنزانيا يوم 18، بتجمع لعيبتك من كل حته، من هنا من طوكيو، من هنا من جنوب افريقيا، وبيرسي تو الراجل ما راحش مثلا واعتذر عن المعسكر، والراجل مدرب بهاجمنا بتاع المنتخب جنوب افريقيا، عندك ديانج، عندك كمان السبع لعيبه اللي هيجوا لك من الامارات، عندك اللعيب الفرقه لما ترجع تتجمع. يعني عاوز اقول لك ايه، زي ما احنا قلنا انه هيبقى موسم صعب في ظل كثره الترحال ماشي وركوب الجو امر مرهق، الناس فاكره انه سهل، امر مرهق على اي حد، على الانسان طبعاً. على الرياضي ما بالك يعني على الانسان العادي ما بالك على الرياضي كمان. فاعتقد انه كابتن اسلام لا اداره السنه دي انا شايف برضو هتواصل العمل وهتبرهن
على انه اللي اتبنى اتبنى صح وتاسس ليه يعني، والامل كبير جدا ان شاء الله في توفيق ربنا في ايه التوفيق خلال الموسم اللي جاي ان شاء الله، ويمكن بطوله الدوري الافريقي هتبقى ان شاء الله بشاره خير للفريق باذن الله تعالى ان شاء الله. اللي عندنا السنه دي يمكن احنا الفريق الوحيد او النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي في العالم بيشارك في بطوله العالم للسله وبطوله العالم للهاندبول وبطوله العالم لكره القدم العالم يعني كاس العالم كاس العالم للانديه يعني كره القدم، اعتقد انجاز كبير جدا جدا. هو الحقيقه يحتاج رغم ان النادي الاهلي معتاد على البطولات، انما الموسم الماضي زي ما حضرتك قلت وقال برضو الاستاذ محمود حصل فيه يعني مش هقول استثناء، هو استثنائي فعلا انك تحصل على كل هذه البطولات، وانا بعتقد ان ده يعني لعيبه النادي الاهلي صعبوا على علينا كلنا ها الموسم الجديد طبعا. لان انت النهارده مطلوب منك مش ان انت تكسب البطولات، انت بتدافع عن الالقاب، ده الاصعب. ايوه طبعا اللي انت حصلت عليها، واعتقد برضو مع وجود السياسه الواعيه في اداره النادي الاهلي اعتقد ان ده بيدي على طول مؤشرات يعني، ما انت ممكن تشتغل ممكن يصادفك سوء حظ في احد هذه البطولات يعني، زي ما شفنا النادي الاهلي لم يقصر امام اتحاد العاصمه بالشكل اللي يخليه يخسر صحيح، انما هو بذل كل الجهد وكل لعيبته اجادوا، ولكن لم يكن هناك التوفيق اللازم لتحقيق الهدف. ده مش معناه برضو ان انت تتوقف يعني، انت دايما ودي ميزه موجوده يعني الحمد لله عندنا انه انت بتشتغل وبتاخد بالاسباب بتاخد من انكساراتك لانجازاتك، وحتى لو تعرضت في مشوارك لاي نوع من الاخفاق او التعثر، ده مش معناه ان انت هتتوقف، انت لا طبعا زي ما كنت بتقفل الصفحه وانت منتصر عشان تروح للبطوله اللي بعدها انت ايضا كده، حتى لو يعني النهارده خسارتنا في السله انت بتقفل السله وخلاص البطوله العربيه انتهت، وبعدين انت اخفقت بما معلش انت في الدور قبل النهائي هتلعب على نفس الميداليه بتاعه المره اللي فاتت. لا المره اللي فاتت كانت كان فاينل مع الكويت الكويتي، كان فاينل مع الكويت الكويتي، انت ايضا المره دي سيمي فاينل، ماشي سيمي فاينل يعني هتلعب على ميداليه، فالموضوع يعني يستحق ان انت تفضل محتفظ. والنادي الاهلي على فكره النهارده في الباسكت كان متقدم ومتفوق يعني شيء غريب جدا، انما وارد في الرياضه لازم ان احنا بنتقبل صحيح الفوز والخساره في النهايه، لا تتوقف عن العمل، في النهايه لابد ان اهدافك تتجدد صح يعني، ما فيش حاجه اسمها ايه يا كذا يا اقعد، لا ما فيش حته الايه الانهيار إذا فشلت في تحقيق الهدف الأكبر، لا أنت شغال على الأهداف الأخرى وربنا بيوفق بعد كده يعني. أنت بتروح ثلاث بطولات يا كابتن إسلام، يعني مونديال الأندية لكرة القدم في ديسمبر، وفي ترقب المواجهة ما بين أوكلاند وبين الاتحاد جدة والناس اللي عاملين عليها هيصة، لما تروح كمان سوبر جلوب من فريق اليد هيلعب في مجموعة برشلونة والنور السعودي، ها برضه دي مواجهة وحدث. رحت مونديال الباسكت لأول مرة في تاريخك وكان عندك فرصة تروح في السيمي فاينل، لكن هي دي الكورة يعني، هي دي اللعبة كده يعني، انت برضو ايه قابلت فريق مريح عندك يوم وانت لعبت النهارده مثلا قابلت، فالوضع برضو كان ايه الخبرات صح. برضو الكلام ده برضو ما بيجيش الكلام ده ما بين يوم وليله، مع الطموح بيزيد وبيرتفع وبينخفض، ده امر طبيعي جدا. فانا عاوز اقول لك كل يعني ما فيش فريق على مستوى العالم راح ثلاثه مونديال الانديه في سيزون واحد، كل الالعاب تقريبا العاب يعني كل الالعاب يعني عندك كره القدم وبعد كده لعبتين، فاعتقد انه دي حاجات جيده جدا ناخد من الحاجات دي، بتديك خبرات بتتعلم منها. يمكن انا شايف انه فريق الباسكت دفع ثمن من وجهه نظر يعني حالات ممكن التشبع الفني والارهاق والضغط، بدايه من بطوله وعلى طول بدات في بطوله ثانيه،
ممكن دي تكون اثرت، وناس ثانيه تقول لك لا كان يبقى عندك فرصه انك انت احتكيت بمستويات اعلى فانت رايح بمستوى المفروض تكون، لكن هي دي الحسابات هارد لك. لكن برضو ده التواجد برضو في الاحداث الكبرى مهم جدا. الاهلي اصبح في الباسكت عنده فرقه مميزه جدا، عندها موسم صعب السنه دي لانه كل الانديه الاتحاد دعم، الزمالك دعم، الجزيره وسبورتنج، هتبقى منافسه شرسه جدا وتحديات كبيره جدا لوجست بوش. ايضا عندك كمان لسه انطلقت الفولي الجديده مع المدرب الايطالي، عندك كمان اليد بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا اللقب السادس في الكونغو. طبعا الترقب والحدث الاهم هو المشاركه كمان في النسخة الأخيرة لمونديال الأندية، ومباراة الفايز من أوكلاند واتحاد جدة هتبقى مباراة تاريخية ومباراة كبرى. كل الأحداث دي كلها متلاحقة بتبقى تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى طبعا مزيد من العمل، وقبل مزيد من العمل طبعا التوفيق. التوفيق بيبقى عنصر أساسي ومهم جدا في خلال انك انت ربنا بيكافئك على حجم الجهد اللي انت بتعمله. فلا شك انه هيبقى موسم صعب على كل الفرق في النادي الاهلي في كل المنافسات، هتحتاج مزيد من التركيز، محتاج تقلل نسبه الاخطاء، محتاج يعني يمكن زي ما شفنا مثلا في المباراه الاخيره مع النادي الاسماعيلي وازاي كولر عمل ايه بقى في غرفه اللبس مع اللعيبه وازاي شدوهم وبتاع، رغم ان تعبت مباراه كبيره جدا ونتيجه 3-1 كان ممكن تبقى اكتر من 3-1 بكتير جدا، فرص كتيره والعارضه والقائم وشيل وحط. يعني عاوز اقول لك ايه، انا يعجبني ده، يعجبني المدرب اللي يخلي اللعيب يحسسه ان هو ايه الدنيا مش سهله، وانك انت كان ممكن تروح افضل وما تديش المنافس فرصه انه يدخل معاك في المباراه حتى لو كان اخر 5 دقائق. فعاوز اقول لك انه الحدوته السنه دي هتبقى مختلفه. الحدوته صعبه، وبدايه الفعليه هنشوف في المواجهه الصعبه جدا مع سيمبا التنزاني، خاصه احنا نروح تنزانيا مرتين السنه دي، مره مع سيمبا ومره مع يانج افريكانز. فاعتقد خلاص تبقى الاجواء دوري الابطال ودوري الابطال والدوري الافريقي. طيب برضه يا استاذ جمال، يعني اخد بريف سريع من حضراتكم على مستوى النادي الاهلي في كره القدم يعني، وشايفينه ازاي؟ لا الحقيقه البدايه اكثر من رائعه، يعني لم البدايه صح لم يشوبها غير انه انت عملت كل حاجه قدام اتحاد العاصمه، انما لم تفوز انما هم يعني استفادوا من احراز هدف وريحوا. اوكي يعني هو دي طريقه مدرب وطريقه لعب فريق، لكن ده مش معناه ان انت كان في تقصير، بالعكس. لكن فيما بعد هذه المباراة أنا شايف أن أداء النادي الأهلي أكثر من رائع، ما زال الذين تألقوا الموسم الماضي بيواصلوا التألق، طبعا في مقدمتهم بيرسي تاو وحسين الشحات مثلا وغيرهم الحقيقة، بس أنا بتكلم بخص دول لأن هم عارفين معوضين برضو فكرة رأس الحربة الصريح. اوكي يعني النهارده بقى النادي الاهلي مش بيلعب، برضو عشان الناس ما تقلقش، النادي الاهلي من السنه اللي فاتت مش بيعتمد على راس حربه واحد، التهديف ممكن ياتي ست يعني ساعة. حتى زي ما قال كولر، قال انا بدرب لعيبتي على انه كلهم يجيبوا اهداف، صح، مش واحد هو اللي انا اعتمد عليه. وعلى فكره دي من اخطر النقاط، لان انت لو اعتمدت على لاعب فقط هو وقف او اتصاب او حصل اي حاجه بتتعطل الفرقه، مضبوط. لكن لما تبقى عندك الاهداف تاتي من اكثر من لاعب، صح، فانت بتبقى قاعد الى حد كبير مطمن. كهربا عندك، عندك حسين الشحات، عندك بيرسي تاو يعني واخرين، عندك علي معلول مثلا، محمد عاني برضو، صح، بيشارك في الهجوم بشكل اكثر من رائع. والصفقات الجديده برضو المغربي رضا سليم وامام عاشور ربنا يرجعه بالسلامه. هنيجي نتكلم على موديس، انا حاسس انه لسه لغايه دلوقتي يا كابتن مش واخد نفس الريتم بتاع زمايله، صح، يعني لسه ما دخلش، يعني لسه لم يقف يعني بينا وبين بعض كده، ما بيمشيش على رجله. انا بحسها ان هو في فرص كتيره بتتاح له، لكن هو مش واخد الريتم، ودي مهمه الجهاز الفني. يعني اعتقد الجهاز الفني
بقياده كولر والمساعدين بتوعه هيركزوا معاه الفتره الجايه. هم ما ادوهوش راحه، الوحيد من الفريق ما ادوهوش راحه اللي هو كامل في التدريبات. ده مهم جدا انه يدخل في الاجواء صح بتاعه الفرقه، ان هو يشارك زمايله وممكن من نظره لواحد زميله يفهم هو هيعمل ايه صح. زي ما بنشوف يعني انا عاجبني جدا حسين الشحات مثلا وامام عاشور اوكي متفاهمين جدا. حسين كمان بيعمل حاجات هو وبيرس تاو بيعملوا حاجات قد لا يتخيلها البعض. المدافع اللي قدامه اه يعني هو بافكار غير تقليديه، هو ده الاهم في المهاجم، هو ده الاهم بالظبط كده. كله مستني ان انت مثلا هتباصي لحد بتخش انت بتخترق وبتجيب جون وبتجيب جون او بتسدد من بعيد وبتجيب جون صحيح. فالحقيقه انه الاداء ما شاء الله يعني مطمئن ويؤكد باذن الله ان الاهلي ماشي على الطريق الصحيح في المرحله اللي بتتكلم عليها يا استاذ جمال. اه يعني مثلا الفكره نفسها حاجات غير تقليديه. انا وجهه نظري اه يعني ببقى قاعد كمان مبسوط ان هو فكر كده اه يعني طبعا احنا بنبقى قاعدين نفسنا اربع اسيست على فكره اربع اسيست من الموسم يعني في لا في بدايه الثلاث اسابيع انا شايفه ده اربع اسيست. اه هي لا احد يتوقع بامانه شديده يعني. والحقيقه برضو كوكا عملها يعني نفس الافكار دي واخد بالك يعني يعني بيبقى جاي صحيح. وهو واخد قرار هيعمل ايه صح من بعيد يعني هو جاي وهو عارف هو بيعمل ايه. فهذا الاداء الايجابي الهجومي اعتقد ان هو مطمئن. انا بس بحذر احيانا رغم شوف انه انت بتكسب بالثلاثه وبالاربعه انا بحذر احيانا من بعض الامور الدفاعيه الناتجه عن استسهال اعاده لعبه للشناوي مثلا يعني الشناوي الحقيقه في المباراه امام الاسماعيلي انقذ اكثر من فرصه للنادي الاسماعيلي وكلها كانت نتيجه صح. عدم دقه مثلا في اعاده الكوره اخطاء فدي كلها برضو بتلفت النظر. وانا بعتقد انه مستر كولر بيركز اكتر يعني شايف والله ما شاء الله يعني الراجل ده كان هيمشي مين بيرسيتاو لا بجد طلبوا باعدامه لا فعلا يعني حتى انا بعتقد ان كولر فجر جواه حاجات موسيماني نفسه ما قدرش يعملها رغم ان اللي هو جايبه صح. انما الحقيقه انه واضح شغل كولر مع اللعيبه مع ومع حسين الشحات وكهربا ومحمد عبد المنعم وعدد كبير من اللاعبين يا استاذ محمد برضه هو له دور فيهم عدد كبير من اللاعبين طبعا. لا ما انا بقول لك معاه المجموعه دي كلها اغلبها السنه اللي فاتت يعني لحظه تفوق يعني لا فوقهم يعني الشغل واضح. وانا شايف انه السنه دي هيبقى في تطور اكتر لناس كتير جدا بدليل يعني لسه الفريق في بدايه الموسم والمواجهات صعبه هتبقى مواجهات شرسه خاصه في الدوري الافريقي ده تحدي مهم جدا كمان ده دوري ضعيف ماشي ده دوري ضعيف هتبقى تحدي كبير جدا وهيبقى عندك برضو كمان ما تنساش برضو مع المنتخب ومعسكرات والروح والجاي والكلام ده كله هيبقى فيه ضغط وهيبقى فيه على الجهاز الفني اعتقد برضو وجود البدلاء على البدلاء على مستوى على نفس على الدوري لما الاهلي يكسبه يبقى ما فيش تنافسيه يعني والله حاجه اطلع اقول على الدوري الافريقي دوري ضعيف وهو في افضل 8 فرق في البطوله دوري ضعيف في القاره الافريقيه دوري ضعيف يعني تصنيف ولا انت بتعمل ايه حضرتك طيب نجيب ايه اكتر من افضل 8 فرق في افريقيا وهو اختيارهم مش جاي من فراغ لا طبعا ما اختيارهم افضل 8 بناء على النتائج وبناء على ارقام يا كابتن اسلام يعني. انت هتقعد انت هتقف قدام الكلام ده خلاص انت ما صح عندك حق يعني ده كمان ما فيهوش تنافسيه لا تنافسيه ايه بس عندك حق نكمل كلامنا انا بكلم هو مش يعني احنا هنقعد نعيد الكلام القديم ما كان بيتقال لك انه الدوري المصري دوبنا اضعف اربع دوريات جيبوتي عملتها ده لما الاهلي بيكسب الدوري جيبوتي عملتها وكسبت اللي كان بيتقال عليه يعني عاوز اقول لك ايه وفي الاخر لما اتكسبت قال لك اتعمل رومنتادا تاريخيه ومش يعني الكلام ده كل واحد من حقه يبرر ويجمل لكن ايه بص يعني مش هتعرف تخدع كل الناس وتضحك عليه بص يعني انا بحب الناس بتتكلم بمنطقيه
يعني حتى لو انت مش حابب النادي الاهلي من الذكاء جدا انك تتكلم، لكن محاولات التخليل. لا، معلومه صحيحه. قول المعلومه. ايوه، ان انا لما اجي اتكلم اقول عشان حد يصدقك. استاذ جمال الزهيري لابس جاكيتة كحلي وقميص فاتح مثلا، يعني صح. ما ينفعش الاستاذ جمال قاعد اقول لابس جاكيتة بني وقميص احمر مثلا يعني. وبعدين صح، فانت بتقول معلومات خاطئه. ها، وعايزنا نصدق. هو الاهلي خد الكونفدراليه في 2013 في ولا في 14؟ في 14. في 14. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مدير الكوره ولا كابتن وائل جمعه؟ كان كابتن وائل جمعه. طبعا. طيب، هل دي معلومات؟ لو ده انا لسه كنت بقول يا جماعه، لو فتحنا على جوجل يعني هتعرف. فاعمل لا، انا اتعلمت من حضراتكم ان انا لما اجي اتكلم اعرف يعني ايه، ممكن اكون بدافع عن حاجه مثلا. مش عيب بقى ان انا ادور على الحقيقه. ان انا ادور على الحقيقه طبعا، او ادور على المعلومات. هي مش حقيقه بالمناسبه، هي معلومات. فانا باخد المعلومات واطلع اقول يا جماعه والله المعلومات دي كذا كذا عشان كذا كلامي وبناء عليه. ولكن ولا عارف تقول الاهلي خد الكونفدراليه امتى، ولا عارف تقول كان مين مدير الكوره، مع ان الموضوع سهل لو يعني كتبت على جوجل هتعرف. هيقول لك والله لا، واحد كذا، اتنين كذا، تلاته، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. هو ده اللي انا بقول. اتعلمت من اساتذتي كده ان انا اشوف واعمل واتكلم، وانا بتكلم يبقى عندي يعني حاجه معلومات يعني بتكلم عنها. انت عندك مثلا قبل القرعه بتاع كاس الامم في تصنيفات. بالظبط. ما ينفعش ان انا اقول التصنيفات دي من دماغي. صح. ما هي الفرق دي متصنفه. يعني الفرق مثلا، انا بدي ده والله على سبيل المثال، صح، بس قدامك فرق التصنيف الاول: كوت ديفوار، مصر، المغرب، تونس، الجزائر. ما ينفعش انا اقول بقى ايه على مزاجي نيجيريا والكاميرون. ليه؟ غانا طب ليه مش موجوده؟ ما خلاص هي محطوطه بناء على تصنيفات ونقط. تصنيفات ونقط. زي ما كنا قبل كده، قبل كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، كنا في التصنيف الثاني، ومع ذلك قدرنا نكسب كل الفرق اللي تصنيف اول. اللي تصنيف اول. صح. يعني في حقائق ومعلومات يعني ما فيهاش فتاوي. فيهاش يعني لا، وسهل ان انت تجيبها يا استاذ جمال. يعني طبعاً. الحمد لله جوجل هنا عمل لك شغل جامد. يعني ده مريحنا، انت بتكتب اي حاجه تطلع لك، تلاقي الاجابه، ما بتضطرش تفتح ملفات. ده احنا ايام، احنا كنا من ايام الملفات. كنا بنفتح الارشيف ملف قد كده عشان تطلع معلومه. عشان كده المعلومه كانت بتطلع صادقه وصحيحه مليون في الميه. صدق، كانت متعوب عليها. يعني انت تعبان فيها. لان انت بتبذل جهد جامد جدا عشان تاخد المعلومه. انما دلوقتي بقت اسهل. هي ما انا لسه ده اللي انا بقوله. دوس بس. ما هو ده اللي مزعلني زياده بقى. ان انا عشان اطلع اتكلم بالظبط، وعايز اتكلم عن نادي اكس. فنادي اكس ده انا ما عنديش تاريخه كله. بالظبط. مليون في الميه يعني. فلما اجي اتكلم اقول سنه 2014. ما سهله. سهله يعني. تك 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 تك. هو الاهلي خد الكونفدراليه. مين بطل الكونفدراليه سنه كذا؟ هيقول لك. مش انا، هو هيقول لك. بس سهله. حاجات ثابته. حاجات ثابته يا كابتن. نعم. يعني انت عندك التصنيف الاول في اربع منتخبات عربيه: الشمال الافريقي، ومنتخبين من الغرب الافريقي. كويس. كلهم منتخب ايه؟ كل العرب. كوت ديفوار والسنغال حامل اللقب. صحيح. كل العرب. كل العرب. يعني ايه الافضل؟ يعني مش هتلتقي. مش هتلتقي مع مش حد. لا، مش هتلتقي مع احد. طبعا مصر عملت في البطوله السابقه، وصلت للفاينل مع منتخب السنغال. وقدرت تكسر اراده منتخب الكاميرون على ملعبه. صحيح. وفازت عليه، ولعبت مع السنغال مباراه كبيره، وكنا يعني قريبين جدا، لكن يعني لم نوفق في ركلات الترجيح فخسرنا. صحيح. خسرنا. واحنا كنا خسرنا برضو في الفاينل قبل كده قدام الكاميرون 2-0 في 2017 امام الجابون. 2-1 قدمنا بهدف للنني، وبعد كده هم تعادلوا وكسبونا في اخر 10 دقائق باخطاء برضو كانت اخطاء. نتكلم عن المنتخب دلوقتي بقى. ماشي. المنتخب طبعا البطوله التصنيف الثاني بقى. التصنيف الثاني بقى عندك منتخب نيجيريا توج بثلاث القاب سابقه احداثها 2013. طبعا عندك اسود الكاميرون، اسود غير المروضه، خمس مرات. القاب. منتخب غانا النجوم السوداء اربع مرات سابقه. منتخبات ضخمه. منتخب الكونغو الديمقراطيه يعني متوج بلقبين مرتين. عندك كمان منتخب مالي، منتخب بوركينا فاسو. ده التصنيف الثاني. التصنيف الثالث في منتخب الكاب فيردي. ومنتخب الرصاصات النحاسيه او كان ملقب بالتماسيح المتوج بلقب 2012. منتخب جنوب افريقيا. وعندك غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا. المستوى الرابع منتخبات انغولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا. انا شايف انه من الحسبه ما عادش في صغير وما عادش في كبير. حقيقي. خلاص الدنيا تطورت بصوره، بدليل انها مثلا لو رحنا لتنزانيا هتلاقي عندها فرقتين اصبحوا حاضرين
في كل البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره. سيمبا ويانج افريكان. وعلى فكره هيجي وقت دفعوا فلوس كويسه. ايوه لما بيبقى لا بيصرفوا. يانج كان في الفاينل بتاع اتحاد العاصمه صحيح. لا وسيمبا السنه اللي فاتت اتعامل او اللي قبلها عامل مع النادي الاهلي شغل. انا بكلم يانج كان في الفاينل وكان يعني كان هيعمل مفاجاه. لكن كانت نتيجه مباراه الذهاب ادت لاتحاد العاصمه فرصه ان هو ايه يعني ينهي المباراه. لكن برضه يانج عمل. فانا عاوز اقول لك ايه، لما تيجي تبص بصه كده هتلاقي انه ما عادش فيه صغير وكبير، كل شيء وارد في المفاجآت في البطولة الأمم الأفريقية اللي جاية. يعني أنت ما هيبقى يعني على حساباتك. شوف عندك نيجيريا ممكن تيجي معاك ولعبت معانا، لعبت معانا المجموعة اللي فاتت. لا في التصنيف الثاني عندك صحيح نيجيريا أبطال والكاميرون وغانا وغانا كونغو مالي وبوركينا ومالي 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 فرق لا أنا بتكلم على المتواجدين كلها فرق قوية جدا طبعا. يعني أقصد مفيش داعي إنه الناس تبقى إيه حاسباها فقط على تصنيف لأنه ممكن جدا يبقى ده حسابات خادعة. طبعا حسابات خادعة. خد بالك ازاي يعني. فعشان كده لازم تحترم كل الفرق اللي هتبقى معاك. طب ما انت عندك زامبيا تصنيف ثالث وهتلعب معاها اهو ماتش ودي. بكره. خد بالك؟ اللي هو بكره. هل ده معناه ان منتخب زامبيا لا وممكن يبقى معاك. ايوه. ممكن نتفاجئ انه يبقى معاك على فكرة. وهو الراجل بتاعهم رئيس اتحاد الكرة بتاعهم كان عامل تصريحات النهاردة واتكلم قال احنا اخترنا ليه معسكر الامارات؟ قال لك الملاعب عندنا سيئة جدا واحنا بنعمل تجديدات في ملاعبنا وكده عشان كده رحنا وكان عندنا هدف تاني اللي هو اللعب مع منتخب مصر لانه ليه اهداف اكبر من كده. انا برضو بلعب مع تصنيف اول بتديني فرصه ان انا احتك وعندي ان انا بجيب فرقتي وعندي هدف اساسي هو انه ان انا ايه اتاهل لكاس العالم اللي جاي 2026 مش كاس الامم الافريقيه بس في 2024. لا انا عندي تطوير وبجمع وبلم وبجيب قال كلام مهم جدا واتكلم على المباراه. انا شايف انه معسكر المباراتين زامبيا والجزائر يعني. معسكر قوي جدا وتجربه مهمه جدا اتمنى يكون عندنا فيها مكاسب خاصه انه عندك منتخب الجزائر لسه عامل مباراه كبيره جدا مع السنغال في ملعبها وكسبها 1-0 وبرده جمال الماضي مدرب ذكي وليه هدف من مواجهه منتخب مصر. جمال الماضي بيلعب مع التصنيف الاول لايه لكسب الثقه وتوجيه رسائل مبكره قبل انطلاق امم افريقيا. وهو لما يجي يلعب مع منتخب السنغال ويكسبه ويلعب مع منتخب مصر يعمل معاه ماتش ان شاء الله نتمنى منتخبنا التوفيق ان شاء الله في المباراه يوم 16 ونعمل مباراه برغم ان الفريق مدجج لكن احنا برضو عندنا ثقه انفسنا وعندنا لعبتنا الاداره ونعمله مباراه ونفاذ تذاكر المباراه كامله من مباراه مصر والجزائر من امبارح. نفست التذاكر اقبال كبير جدا من هناك من الجاليه المصريه والجاليه الجزائريه على بس ده يعتبر نهائي حتى رغم انها وديه المباراه وديه بطابع رسمي بين بطلين بين بطلين. فانا عاوز اقول لك انه ايه احنا لنا فتره يمكن ما لعبناش مع المنتخب الجزائري تونس فاعتقد انه كمان لعبنا مع منتخب تونس. انت عندك ايه دي هي المواجهات اللي بتديك الخبره. انت بقى محتاج بقى مزيد من الشغل انك انت كمان معسكر تاني قدام مثلا تعمل برضو مع منتخبين مهمين جدا انك انت برضو كده انت بتقرب بتصلح اخطائك بتشوف قدرات اللعيبه اللي عندك عامله ازاي بتشوف كمان المدرب عنده فكر ايه لان كمان المواجهات في امم افريقيا اللي جايه صعبه. انت عندك طبعا خسرت 2 نهائي الناس نفسها البطوله كان اخرها وكل اللاعبين 10 نفسها الناس ترجع نفس ان مصر تسترد اللقب. فكل منتخب من دول عنده ايه السنغال نفسها تضيف اللقب الثاني المغرب نفسها في تاريخها ده كله انها تعمل اللقب الثاني ما عملتش غير لقب واحد في 76 عندك تونس نفسها تعمل لقب ثاني في 2004 الجزائر عندها لقب وحيد ماشي ده في البطوله اللي اتنظمت 19 في الجزائر بطوله اتنظمت في مصر لا هي خدت عندها لقبين الجزائر مش خدتها في 90 يا استاذ جمال مصر. وفي الجزائر في الجزائر 90 مش خدتها مش خدتها عندها لقبين يبقى عندها لقبين في 90 وفي 2019 في مصر. في مصر وعلى فكره بطوله مصر دي كانت فرصه تنهي كل حاجه ما بين يعني المنتخبين والعلاقه الشعبيين طبعًا وكانت برهان وبينت قد ايه اللي حصل قبل كده كان كله ده كلام صحيح. يعني خارج يعني حضراتكم مبسوطين من 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 معسكر الامارات طبعا انا شايف مهم جدا وبس انا نفسي قبل ما نتكلم في انت هتعمل ايه مع الجزائر طبعا الفوز
هدف ومهم جدا سواء على زامبيا او الجزائر، نتيجه المباراه مهمه صحيح، لكن الاهم ان انت ازاي تستفيد كمدير فني تستفيد من المباراتين في ان تعمل التشكيله او تحاول تتوصل الى التشكيله الاقرب اللي انت تعمل تلعب بيه اللي انت هتعتمد عليه. هو انت فكرك هو ما وصلش؟ انا متاكد ان هو وصل التشكيله وجهه نظري يعني. وصل بس ممكن يكون هيجرب يعني، انت دخلت مرحله التجارب يعني. هو ممكن مثلا لو جينا نتكلم عن التشكيل منتخب مصر لن تجد الا مثلا تغييره، مين اللي هيلعب جنب محمد عبد المنعم؟ وجهه نظري انا هتلاقي مثلا محمد عبد المنعم واللي هيلعب جنبه محمد هاني، احمد فتوح وفي وسط الملعب طارق حامد نني ايوه، ثم حمدي حمدي فتحي او محمود حماده خلي بالك هو أيوة دايما واحد من الاثنين، ويمين صلاح شمال مرموش قدام مصطفى محمد. هل هناك تغيير في اي حاجه؟ هيجرب ممكن بقى يلاقي تريزيجيه، هيبقى عندك تريزيجيه والشحات وحسين وزيزو اي واحد من الثلاثه دول، وانت لازم في اي بطوله ممكن تلعب بواحد منهم برضو خلي بالك، لازم في البطوله دي يبقى عندك اكتر من لاعب ان شاء الله يكونوا في مركز واحد، يبقى عندك بدائل قويه. لا طبعا، وبعدين كلها تحسبا لاي لا ما انا بتكلم اصابات او غيابات يعني. ممكن النني ما يلعبش انه بقى له فتره طويله جدا ما بيلعبش، فممكن ما يلعبش، ممكن يخش محمود حماده بجانب طارق حامد مع حمدي فتحي او مع زيزو يخش ثالث او مع حسين الشحات يخش ثالث او مصطفى مصطفى فتحي خلي بالك مصطفى فتحي من اللعيبه كويسه جدا واللي عامل شغل كويس طبعا جداً. طبعا ما هو دي فايده المباريات الوديه طبعا. عمر كمال ناحيه اليمين في الاساس لازم يكون عنده دي فرصه قويه جدا ان هو يجرب العناصر اللي حضرتك قلت عليها صحيح، اللي هو يقدر يستفيد منها في المرحله القادمه يعني. استاذ محمود، المنتخب قوامه الرئيسي واضح، من الممكن ان احنا زي ما اتكلمنا كده نختلف واحد او في اتنين بالكتير يعني. هل القوام اللي احنا شايفينه ده يستطيع او قادر على الفوز بالبطوله الافريقيه؟ الكره المصريه او المنتخب المصري اداؤه بيبقى مختلف جدا مع المعسكرات الطويله المجمعه بيبقى الوضع ما بفهمش دي ليه بس ماشي لا تجانس دي على فكره مش من دلوقتي، من طول عمرها. ما انا بقول لك انا جوهري من ايام كابتن حسن شحاته الوضع بيبقى التركيز افضل، ويمكن احنا شفنا انك انت حتى رغم انك انت في النهائيات الامم الافريقيه في الكاميرون كل اللي سجلتهم 4 اهداف يعني برضو دي برضو كانت مشكله صحيح. كارلوس كروش راجل احترم قدرات فريقه وعارف المنافسين عامل ايه وعارف بياخد ايه من المباراه وهدفه ايه، فحقق ان هو ايه تخطى مشي بالخطوات الناجحه وعملت مباريات على فكره مميزه جدا، يمكن ابرزها كانت مباراه المغرب يعني مباراه من المباراه برضو قدمت اداء صعب جدا. قدمت اداء كبير جدا وقدرت تفوز على منتخب المغرب 2-1، فاعتقد انه التشكيل واضح. الحاجات اللي هيبقى فيها ايه يا كابتن اسلام؟ يعني بجوار محمد عبد المنعم زي ما احنا ممكن قلنا. ياسر ابراهيم ممكن ياسر، ما هو مش ياسر ابراهيم مش في المنتخب، لا موجود، لا مش في ياسر مش في السبعه، لا مش في السبعه، لا ما خدوش ما خدش ياسر ابراهيم ولا استنى بس لا مش واخد ياسر ابراهيم في ياسر ابراهيم كان لا ياسر موجود ياسر ابراهيم موجود فممكن لو كان ياسر ابراهيم في المنتخب هيبقى ياسر ومحمد عبد المنعم ياسر وعبد المنعم ماشي خلاص الاثنين يعني. لكن انت عندك ايه مثلا؟ عندك مثلا الشحات وزيزو وتريزيجيه ومرموش دي عناصر مهمه جدا، هو برضو قدرته ازاي يستخدمها ويدفع بيها امتى كاوراق يا سواء اساسيه او اوراق بديله لتجديد دماء برضو دي من قدرات يعني ما انا بقول لك يعني نص الملعب ما بين حمدي فتحي وطارق حامد ومحمود حماده يعني عاوز اقول لك ايه دي برضو هو تركيبه هو يعملها، ممكن يكون عنده اضافات فيها تانية وممكن يوظف فيها ناس تانية افضل، عندك مصطفى فتحي والكلام يعني عاوز اقول لك ايه ممكن يوظف زيزو وعندك زيزو فانا عاوز اقول لك انه الهيكل باين، لكن انت كجمهور منتظر من فوتيريا انه يشوف ايه الشكل في الملعب يشوف انت يعني بتلعب على ايه، فكرتك في الهجمه عامله ازاي، فكرتك في السيطره وتدوير الكره ماشي ازاي. صحيح. توقع ان محمد صلاح يتعرض للرقابه من 1 و2 و3 زي ما احنا اللي شفناه في ماتش تونس خلاص
انت ما كانش عندك تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتفكها يعني ايه البلان بي بتاعتك؟ هتعمل ايه بقى؟ ازاي بقى تستطيع ان تخدع المنافس انك انت خلاص في راح واحد واثنين مع صلاح، ازاي انت تقدر تفدي المساحه؟ فانا عاوز اقول لك ايه؟ الناس كلها منتظره انه يعني فيتوريا يزيد الناس قناعه انه هو جاي يعمل. المساله مش كلام، المساله انك انت على الارض وعلى المستطيل الاخضر الناس عاوزه تشوف ايه؟ فرقه ثابته زي ما الناس عملت ايه؟ لما شادت بيك في مباراه بلجيكا، في المباراه الوديه اللي اتلعبت وكان في الامارات برضه، في لا في الكويت، أو في الكويت ماشي، في الكويت. وان انت عملت اداء ومستوى مميز جدا حتى لو كانت مباراه وديه لك كان قدام نجوم كبار جدا. فانا عاوز اقول انه تجربتين هيتبص لهم بشكل، ما هو الايجابيات ما هو السلبيات، انت وصلت للتناغم والتجانس لغايه ازاي؟ يعني اللعيبه خلاص حفظت بعض ازاي؟ بنسبه قد ايه؟ 40 30 50 ولا 60 ولا 70%؟ عناصر مميزه، عندك عناصر مميزه، لعيبه جيدين، لعيبه واقفه على رجليها. هنا بقى يبان ايه؟ شغل المدرب، وهيدورها ازاي وهيعملها ازاي، سواء دفاعيا او سواء اعتمادا على مرتدات او سواء على تدوير الكوره او سواء على الضغط على المنافس سواء على السرعات، كل ده هيبان في الماتشين اللي جايين دول. انا شايفها تجربه مفيده جدا على فكره، فرصه كويسه انه ملامح طريقه اللعب والعناصر اللي هيعتمد عليها تبان، وبرده فرصه ان هو يجرب كل الاحتمالات اللي قال عليها الاستاذ محمود، انه في لعيبه عنده بتلعب في نفس المركز اكتر من مركز يشوفهم. عندك الوقت هيغير طبعا، مش هيبتدي بتشكيل ويكمل طبعاً. فعنده الوقت ان هو يقدر يجرب اللعيبه دي. يعني اخيرا المنتخب الاولمبي برضو عنده مباراه وديه. المنتخب الاولمبي اعتقد ماشي بشكل جيد سواء مع ميكالي وجهازه الفني يعني. طبعا، وميكالي اولا مدرب يعني الحقيقه سمعته سابقاه، واداؤه كمان مع المنتخب الاولمبي الفتره اللي فاتت جيد جدا يعني. واعتقد انه في تفاهم بينه وبين فيتوريا في مساله اللعيبه، يعني هو كان ضم احمد نبيل كوكا لما احتاجه فيتوريا، طبيعي طبعا. ده امر طبيعي يعني، انا اظن في تنسيق بينهم كويس. هم هيلعبوا مع الاردن ومع اوزبكستان تقريبا، هيسافر اوزبكستان، هيسافر هيلعب بكره مع الاردن اعتقد، فبرضه مباراتين هيسافر مع اوزبكستان. مباراتين مهمين جدا في مجال اعداد المنتخب الاولمبي للفتره الجايه باذن الله. استاذ محمود، محتاج المنتخب الاولمبي برضه جانب من التركيز برضه يا كابتن اكيد، يعني محتاج ايه برضه برنامج مش يعني ايه يتوضح لسه صح يعني، عندك لسه بدري. لسه بدري، بس ايه محتاج تلعب مع لا انا على فكره مش مساله لسه بدري، انا اقصد اقول لك ان هو بالنسبه له لسه بدري فيحط برنامج من ما دلوقتي. انا بقول لك يعني محتاج ان هو يلعب مع ليفل اعلى يعني اعلى من كده. يعني الناس يروح ناحيه المنتخبات الاوروبيه شويه، بس هو متدرج يروح يعني ناحيه المنتخبات، يروح ناحيه المنتخبات ايه امريكا اللاتينيه يعني، يجرب القوية المنتخبات القويه مثلا في افريقيا. اوكي، خلاص انت هنا ايه بتدي وبتعود، خاصه ان عندك انت من حسن حظه برضو انه من 60 ل 70% من عناصر المنتخب بيلعبوا مع انديته. صحيح، ماشي صح، عنده هو ابراهيم عادل المصاب وبتاع، لكن الغالبيه اللي موجودين اغلبهم بيلعب ماشي. يمكن هو عنده مشكله في حاجه واحده مثلا، في حراسه المرمى ما فيش حد في حراسه المرمى مثلا. حمزه علاء، حمزه علاء ماشي، لكن ما بيلعبش. ما انا ما بيلعبش، انا قصدي كده هي دي. لكن طبعا هو هتبقى عنده حسابات في الفتره الجايه، مين هم الثلاث عناصر اللي هيقدر يضمهم من اللعيبه الدوليين الكبار. هتبقى في اتصالات مع ليفربول، هل هيتم لحصة زي المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت ليفربول قال لا، يا كاس امم يا اولمبياد طوكيو، اتفقوا على كاس الامم وصلاح ما راحش طوكيو، راحش طوكيو، وهيبقى مين هل هتضم الشناوي، هل هتاخد دي مرحله يعني يمكن لسه معاه مرحله. فانا عاوز اقول لك ايه، انت محتاج اتحاد الكوره بعد رحله اوزبكستان انه يعني ايه يكون وصل، لان هو طلب رسميا انه يلعب على الاقل 5 إلى 6 مباريات مع منتخبات مستوى اعلى من اجل الهدف. وكمان ممكن ما يلعبش هنا، ممكن يروح يسافر ويحتك بره، وده اللي في الصالح العام. منتخب الاولمبي الامال الكبير جدا ان احنا نعمل حاجه في اولمبياد باريس. الامور مش سهله، صعبه، لكن مزيد من الجهد، مزيد
من العمل، خاصة انه في منتخبات قبل كده عملت يعني منتخبات افريقية. هو الراجل نفسه المدرب، هو نفسه خد البطولة في خد الميدالية في جانيرو في 2017. فهو طموح واكيد ما انا بكلم، فاعتقد ان شاء الله يكون الاداء والمستوى افضل في المستقبل. بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقة نهاية الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.